يا ترى محمد كاش عاجبك؟ هادي بلي مهدل هادي هاي رانا طالعين قامت تحت سبدو 25 كيلو تلمسان 35 السلام عليكم بني بهدل ام كاتبينها بني بهدل فهمت خوتي الله يحفظكم بعد كيفاش هاي السلام عليكم صحيت هاي سموه المملوح على زوج ما نعرفهم عين غرابه وين السلام عليكم عين غرابه سي طريق سبدو هادي منا تنزل اه بارك الله فيك صحيت الله يحفظك هنا رانا في قريه تيريملي اهلا صحيت بارك الله فيك صحيت خونا صحيت هاي الطريق اللي جينا معاه طريق خلوي ما شاء الله قليل وين تفوت عليك سياره باب عربي هذاك باش ما برومبو هذا قلت عليه برومبو كاين تما في البسه مدينه سبدو الله يحفظك هنا اصلح على لاباس الله السلام عليكم اصلح دير هكا دير هكا هاي ها الله يفرحك به ان شاء الله امين امين هذا الجور واه من الجور نزيد نكمل تدخل على سليسه نمشي على سليسه يعطيك الصحه الله يا كريم استراحه خفيفه ورا الشيخ محمد تحته عبالك بلي كي تجيبها له ما عندك لا لحم ما عندك البيض تاع الصباح اللي تفطر به لا في لحم اليوم ها لحم اللي غادي يشري لنا محمد اخيرا كملنا مع العقبه مدينه الجور ترحب بنا انا ومحمد السلام عليكم خارجين من الجور الحمد لله قضينا صوالحنا كاع حنا في الجور محمد صاحبي راه بعيد شويه الارتفاع 1670 سعداء بالطريق وقفتنا على مصلى وعين مكان كل استراحه وفيه طوابل مكان تاع عائلات كشغل يجوا هنا محمد يصارع المرتفعات يا ترى محمد كاش عاقبه كاش روح ربي سهل روح السلام عليكم هذيك الدار اللي كنت تصور فيها من على ظهري لقينا واحد السيد يبيع في الخبز نروح ناخذنا خبز هادي بلي مهدل هادي هاي رانا طالعين قامت تحت قلت لكم لحقنا عند واحد السيد يبيع حدا داره داير كوشه تاع عرب كوشه هذيك تاع الطين والدوم تسمى خبز بلدي كما يقولوا كسره تاع عرب تفور و5000 خبزه حنا تاع كوشه ومطلوع ما يتقارنش كاع هذا يبيعها 5000 قال لي يبيعها اكثر الله يبارك ما شاء الله حط الحانوت هنا كي تقضي ما تقضي يقول لك 20 ميل صوالح رخاص هي ورانا مع الطريق قاهرة الصحراء اخي انا دروك غادي نحكم طريق عين غرابة ولا عين غرابة راك تعرفوني انا تعرف ملي موراها كاين خلوه هنا بلاصه ديالها من بعد قال لي كاين بلاح حتى لسبدو من بعد سبدو نقول عقبات على الجور راه محمد تحتك تشوفوا فيه
سبدو 25 كيلو، تلمسان 35. السلام عليكم بني بهدل، ام كاتبينها بني بحدل، بني سنوس العابد. حتى هذه طريق بني سنوس طبيعه شابه. انت كاش نهار نديرو نشارككم الخرجه ان شاء الله طريق بني سنوس مازر، هاي من تروح لها طعمين. هذه طريق بني سنوس هاي تبدا مثل تلمسان، تيرني، لا قبل تيرني الدور. راني ماني ناسي ديك الطريق، تمشيتها عندي بزاف انا ومصطفى وعادل، وطبيعه بتماكت واحد ربي شغل مذائق، مذائق كبار، جرف جرف من وجرف من، انت تمشي في وسطهم كاين الواد كاين العين، بلايص تاع تخييم. ان شاء الله ان شاء الله نديرو هذيك الطريق. هذيك الطريق تخرجك فيش بالعصفور، تخرج في ميشاميش، من تماك قادر تكمل العابد، وكي تدور من تروح بني بوسعيد زويه. المهم غير كلمة تالي باش تفهم دوك انت من بعد كي راك شوي تولي كيما واحد الشيباني قال لي حتى تولي مقطر معطر فيخش بروحك كبير فهمت خالتي الله يحفظكم. من بعد كيفاش؟ هيا السلام عليكم صحيح. من بعد كيفاش؟ تولي شغل. السلام عليكم الله يعاون. درجة بدرجة والله. لا عندك الساعة ولا لا عندك الساعة؟ هذه البلاصة اللي رانا فيها سموها لا بعد العزاير. لا لا بعدها عجاي كاع الاولى هذه سموها بني واحد ولا الوحايده هذه والله نسيت. شوفوا نتوما في الخريطه جايه بين عين غرابه وبين العزال. المهم الدواوير وقراري فيها هي تلاقينا واحد الخضار زوج حوانيت هكا حدا بعض، قضينا خضره تاعنا تاع الحشا تاع اليوم، بطاطا بصله فلفله. اخويا في الخلاص والله بغاو يخلصوا والله الا حشمونا. الاولى محمد قال لي ما نشريش، قال لي ما نبغيش هذه الشريطه حبه حبه، نخاف لا ما يخلصوش عليا. قلت له انا نشري، كي رحت والله ما خلص علينا. جزاهم الله خيرا بارك الله فيهم. الخضره تاع البارح والخضره تاع اليوم نفس الشيء، البارح ثاني ما خلصوش. اه سموه المملوح، وانا قلت لكم بني واحد. بدري انت بلاك هاي الحين اصبر ثلاثة تفسرة والله الزوج ما نعرفهم. عين غرابة وين؟ السلام عليكم. عين غرابة طريق سبدو، قلت لك عين غرابة طريق سبدو. غرابة من هنا هذه من هنا تنزل. اه بارك الله فيك. هذه خاطئة تما. لا من خاطئ، لا خاطئ على الجزائر في العزائر. لا لا العزائر من هنا تعاود تولي منه. ايه هذه ترد لك العجائن. صحيح صحيح بارك الله خويا. الله يجازيك صحيت خويا صحيت. السلام عليكم. دار ضياف الحاجة يمينة مطعم 10 انا استقع دار ضياف بعد كاتبين مطعم. تسمى مطعم مسميه دار الضياف. او محمد بو صحابه محمد قال لكم ديروا لنا ابوني. جماعه راك تعرفوني بلي انا مانيش تاع ابوني وتفاعلوا، انا الا عجبكم الشيء هذا صحيت. الله يحفظك الله يحفظك بارك الله فيك. قال لي انت تاع تيك توك. اودي انا مانيش تاع تيك توك. انا على جال هذه تاع انت تاع تيك توك، انت التيك توكر، انا حبس تيك توك والله على جال هذه. اقول لي انت سيكليست، انت دراج، انت رحال، انت مغامر، انت تاع وهران، انت هذيك اللي تدور بالبيسكليت. ماشي تقول لي انت تاع تيك توك،
قول لي على الاقل شفتناك في التيك توك. واتفنا. السلام عليكم. ها هو واتفنا. نحن في قرية رملي. أهلا صحيح بارك الله فيك. صحيح هنا صح. لقيت واحد الأخ من المتابعين تاع تيك توك شافني فري هنا قال لي أني نتمنى نتلاقى. هادي قلت لها نتمنى نتلاقى هاني على أنا شكون. قال لي أنت هو اللي كنت تدير في تيك توك والعرق الشرقي لا هنا هو اي احباس هدرنا قصرنا كان هو ولده. السلام عليكم. عطانا واحد اللي يخدم زيتون هو عطانا كيلو زيت معنا فيه. قلنا له ودي بزاف ما تقناش. قالنا شدوا شدوا هاي شدني عليه واحد كيلو تاع زيت مقسوم على زوج رطل رطل. السلام عليكم. صحيت لحظاتكم صحيتوا مشي رطل رطل لا نص رطل نص رطل تسمى عطانا رطل. وجبنا خبز حامية قلنا له لا انا شاري خبز. السلام عليكم. هذا وين قارينا باش نصلوا الظهر وناكلوا لقمة. وكل عادة رانا مع الطلوعات الطلوعات والدفوعات والدمير والعقبة. هذا الطريق اللي جينا معه طريق خرافية طريق خلوي ما شاء الله. قليل وين تفوت عليك سيارة شوف غير الطبيعة والجبال والواد تحت. سبدو ما باقي لهاش بزاف الى هنا واحد نقولوا 3 كيلو 4 ما بغيناش ندخلوا سبدو حنا ماشي مصلين تخاف تما كاش ما يشدونا ولا. انا تلاقينا جماعه بزاف معجبين تاع تيك توك مازال معاقلين على الرحله اللي فاتت. كاين واحدين يحسبوني كشور مازالت الرحله مستمره كشور ما وصلش للدار وكاع. هذوك ما تبعوكش 100% كشور يشوفوا فيديوهات متقاطعه بيناتهم وقت اي حسبوا الرحله مستمره. قلت لهم على هاو دابا انا ما عنديش الوالده انا ما نريحش نبقى غير فوق البسكلات. البلاصه اللي حبسنا فيها ما كاين شويه وسخانه بصح الله غالب ما لقيناش. هذا اخونا السلام عليكم. يا هلا والله يا هلا ما شاء الله الفرصه الطيبه السعيد ان نسلم عليكم. شفتك شيء باين انا ما باين صافي الوقت الوقت هذاك السجاد هذيك والله هذيك صح. ومن بعد دومونداو وحدين متطوعين صاحبي قلت له غير في حسابك كنت باين فيه حاجه شابه
انا خدوم كذا كنا في كورة بكوليش بالظهر نفع الصباح ها؟ بزكيت كنا حدا هذاك ضارح تحت سيدي عقبة بعد بلد فيها حاجة صح؟ عارك فراش يا مش عارك فراش لا البلاك هذه كي تجي خارج منها بالطابع العربي باش تروح تبسها منها منها حسي خليفة الواد منها تبسها بالعتر ومنها وحدها بالمشى ها؟ ها تجربة الواد سبدو تبدو من بعيد الربيع يا خويا ما شاء الله راك تشوفوا هذوك زوج جبال اللي راهم مور الصومعه تاع الجامع كاين شغل تما كل مضيق هذاك المضيق من تماك طريق الكور هاي منو تبان تما غادي نطلع مع الجبل هذاك باش نخرجوا في الكور تما الكور مدينه عاليه بزاف مدينة سبدو تاع أليبوك هذه هي مدينة سبدو الصحراء من على اليمنى تاعي حنا دروك هنا رانا حاشية حاشية هاي سبدو كبيرة كيما تقريبا كيما مغنية غزاوات الرمشي هذو الدوائر الكبار تاع سبدو مرحبا سلامة الله انت بغي تبان معليش كاش كيلا الله يحفظك هنا واش الحال لاباس صحيح السلام عليكم واش الحال لاباس مليحة الله يحفظك صحيح ها صاحبي صاحبي راه قدام جماعة راهم يحوسوا يرجعونا الداخل هنا سبدو وحنا قلنا لهم التجموت هذه راهي بعيده على الكور تاع شحال حنا رايحين بعد التجموت تسمى سر الزواوي ما نحكوش سر الزواوي سر الزواوي 40 على سبدو على على الكور صافي بديت نخلط محمد والله لا بايغ بنا ولا كذا الله يحفظك والله بارك والله لا واصل اخو والله لا واصل اخو والله لك شغل دينا واش الحاله كيفكم دايرين لاباس الله يحفظك راكم لاحتوا بخير والله انا الحمد ربي كش ما تبعتونا شويه ولا يا سي هذا باين الله يحفظك اسي الله يخلي لك راه يفرحك به تصور معاك ما كاينش مشكله كاش سمعتني اخو تولي الحانوت ان شاء الله والله لا خويا لا واصل شوف كون قول شوف كون قول لك ورانا رايحين غادي تقول لي روحوا انا رايح نشق الكور من هنا بعيد شويه واه واه هاي هذيك رانا ديري حسين تشدنا نعمك احنا ما نقدر نقول صح بعدها حضوره السلام عليكم سلامة الله معك الاهل واش الحال كيفك دير بس ولدي كرك بس هاي هذا اللبسه تقول انا والله لا الله يفرحك به ان شاء الله امين امين يا جماعه قهويكم الله يحفظك والله لا متقهوين فاطرين والله لا بارك الله فيك جيت منا على بنيس الله يجزيك وانا جاي كاع من الصبر ابو حلو منا رايح ان شاء الله كور جيت بالعباس فاتش الكور واه من الكور نزيد نكمل تدخل على سليسان وتمشي على سليسان يعطيك الصحة لما طيب الله كريم استراحة خفيفة رانا بالك في واحد الساعة هكا طالعين عقبة 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 في هذا المكان تتزير العقبة تتزير تولي هكا راني دايرها كاع في الخفيف 51 هاي بعد الجبال هادو نقوا الكور اصلا الجبال هادو هما الكور تسمى المدينة تسمات باسم الجبال خاطش الكور معناتها قور باللغة العربية قور الغور المعنى تاعها هي جبال كيما غور بنت الخس الجبال تاع بريزينا غور بنت الخس
معناتها جبال بالترخص. هذوك الجبال اللي دايرين كيما هاك وهذه وجهه سياحيه ويروحوا الجماعه تما كيديروا تخييم. وارى الشيخ محمد تحته يصارع المرتفعات. راك تشوفوا فيه ولا لا؟ ما كاش منها هذا حمراء كاش ربتهم سلامتك اخويا. البلال ياه وانت تقول لي انت تقول لي نجيبها لي عبالك بلي كي تجيبها لي ما عندك لا لحم ما عندك البيض تاع الصباح اللي تفطر به لا فيه لحم اليوم ها هو لحم اللي غادي يشري لنا محمد راني كي الريح تجيني الكحه والله ما فهمت عليها ها محمد قال لكم هذا العقبه غادي نكمل هذا المير والله ها كملوها قاعد المير محمد راك حاسب لي راني اون فورم والله قاعد نكملوها هذا المير وصاي انا فشلت كل حاجه انا فشلت كيلو صاي انا دمك ها لا لا قل من زوج كيلو درت عليه هاي عليه راهي تبان راه مبوطة من اللي بنو يا خويا انا ندم انا راهي لوطة تبان راهي حتى الفوق هاكا نقدر نطلع هذه ساعة من بعد نشوف هذا كاريير مهجور اي كمل محمد مادام لي فيك لينرجي كمل كمل ها كمل روح انا لم غير صوالحي اخيرا كملنا مع العقبه هنا في هذا المكان هنا كاين لونت ها تشوفوا عمود اش عرفوا بلي راك في مكان مرتفع وهي تويدا وهي الطريق اللي جينا معاه راك تشوفوا لهيه بعيد هالا هذوك هما الهضاب العليا تسمع هادو الجبال هادو الكوره اللي فتنا عليهم اللي قطعناهم دروك الجبال هادو هما الحاجز ما بين الشمال والهضاب العليا من الناس يبدا الغطاء النباتي يتبدل نبقاو نشوفوا شويه صوريه مازال كاين الغابات من اخرات ربي بصح شغل من الهضاب العليا شوف درك شارعنا عاليين 1650 1650 كيما الكور عاليه 1300 خاص دروك غادي يحدوره من بعد نبقاو في نفس المستوى حتى بالعباس من بعد نبقاو حدوره يا سلام على الحدورة يا سلام طلعنا هاد مير من على الشجرة اللي كنت مريح فيها حتى هنا مزيان محمد مفوت وعندها حكايات وعندها محكي لي راهي الكورت بانا كتشوف فيها راهي لهي عندنا ندخلوا الكور نقضوا شويه صوالح كيما نشرو كفته ولا دجاج ولا كشعب سوا نشرو ثاني البيض ونخرجوا عندنا الخبز عندنا كلشي مدينة الكور ترحب بنا أنا ومحمد القور هذا هو الاسم الحقيقي تاعها القور بالقاف
محمد السلام عليكم. خارجين من الغور الحمد لله قضينا صوالحنا كاع حنا في الغور. شرينا البيض، شرينا العصير، شرينا اللحم وعمرنا الماء تاعنا، عمرنا القروع تاعنا وزدنا شرينا زياده. هي كاين واحد القريه هكا ولا بلديه صغيره تجموت، بصح جيش جابده شويه على الطريق، ما جيش على الطريق، ولهذا قررنا ان نشريو صوالحنا كاع منه. ما تحسيش واحد بالك يخيم من قبلها، ما تحسيش كاع الدنيا هذه. ها هي البلاكة تاع تجمو 23 مولاي سليسن 42. وصرا الزواوي راهي بين مولاي سليسن وبين بين تجموت. هاي على ربي ايه. راه صديقي راه يتبع فيها وشوفوا فيه. والله لو لقيتها طاير فوقي كي حبس هو ثاني حبس فوق شجرة. اهلا الغراب، اك ما يكش ما تنافيقي، كش ما تسترزق على ظهري. كي شافني نهضر زاد بعد طار في الشجرة الاخرى كتبوا فيها. تتلعب مع الغراب تاعي. في الخرجة تاع الكور لقينا واحد العقبة، هاي هذه اللي رانا فيها. شوفوا الكور وين راهي، هاي هاي تما الكور. محمد صاحبي راه بعيد شوية، نشوف فيه كاع. هاي بعد العقبة هذه إن شاء الله كاينة الحدورة. الساعة راهي 6:45، الارتفاع 1670. السلام عليكم. السعادة خوتي، شم ريحة العرعار والأعشاب. والله هذه هي طريق الكور تجمود، منها غير الجبال والغابات. كاين واحد الغابة راهي قدام، غابة كبيرة اسمها ظهر الناقة، جاي منها جهة الشمال شغل على يميني. شتو الطريق هادي شحال شابة، مازال تزيد تزيان كثر من هاك. كل شي جفاف تشوفو كل شي خضر، لكن للأسف راه كاين جفاف من هاد الجهة. هاي مقبرة الشهداء تاع بلدية كور، جزائر تحيا الله يرحم الشهداء.
محمد يبغي خرابت. عجباتك محمد؟ شوف ان شاء الله كاين واحد البيست من الدخل في عمق الجبال. راهي واه بيست هاني نشوف فيها. الطريق الوطني 103. الغابات نقولوا لها المريج، نقول لها المرج او المريج، ما يجيش غابة كثيفة، يجيك شغل منطقة مفتوحة شجرة بعيدة على اختها. سعد هرنا قال لا ما دارش هاك، غابة كبيرة وكثيفة والشجرة تاعها كبيرة كيما موسكي وهادو من اكبر الغابات في الجزائر، وجايين غابات عذراء مش كيما غابة تاع جرجرة وبجاية الناس تماك تروح دير الهايكينغ والساكودويات والنزوهات. لا لا الغابة اللي من اللي منا ما كاش اللي يدخلهم كاع، ما كاش اللي يدخلهم لحد الان. محمد شو قلت لك بيلات ما سمعتكش؟ خرابات ولا شتك نعت لي بيدك هكا بيست ولا مش عارف شنو؟ تاع محمد يهضر طريق خلويك غابه عندك عندك. سعداء بالطريق. هيا من بعد هيا نزيدو نشاورو لكم شويه.